فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة، وليس هذا موضع استقصاء ذلك. ابتلي بهذه المظاهر، ابتلي بها كثير من هذه الأمة تقليدا لغيرهم، والتقليد يسري في الناس خصوصا عند ضعف العلم، عند قلة العلم وعند ضعف الوازع الديني، فإنه تسري، لأن الضعيف يقتدي بمن يراه أقوى منه، ويظن أن هذه القوة إنما حصل عليها بهذه المظاهر فيقلده في ذلك، وهذا لا يدل أنهم حصلوا هذه الأشياء بهذه المظاهر، وإنما حصلوها بطلبها والجد في طلبها وعمل الوسائل المحصلة لها، ولم يحصلوا عليها بهذه المظاهر التافهة التي يقلدهم فيها بعض المسلمين.